هادشي راه خصهم ينطفوا هادشي هذا، وهاد ما فهمتش انا هادشي هذا ديالاش. شوف العمارات كيدايرين، شوف عمري بن نورس عمري بحاله، وشوف البركاسه كيدايره، شوف الواد، وشوف عباد الله كلهم مراد هنا بالحال. والله العظيم الا بنت هاد السيد هذا الا عرفتي كي ولات دايره بالحساسيه بهادشي بهاد الريحه هادي، عينها كلها ما بقى فيهم ما يتشاف. وهذا الشيء جاي من القوات ما كاينينش. العمارات خلاص، شوف العمارات كي دايرينها انت، شوف شوف كلهم هاد العمارات، وشوف غير الطريق. والله ما تقول هذه طريق، حيد الطريق، شوف ما قادرش تقول هذه طريق. وحتى هاد البركازه دابا ملي محطوطه هنايا كيخصها يحطوا وحدها واحد اللي قابله. دابا كيخرجوا الدراري تيجي تيخويو داك الشيء في الارض. وراه حتى هاد مولي الموبلات راه الله يحسن عوانهم، راه طايره بغار، وهادي راه تجي مع السته السبعة ديال الصباح، راه ما تينعسوش بنادم، راه ما تينعس، راه الله يحسن العون. كاين الفيات راه كيجي كيتخوى، راه كيف كتشاهد هنا هاد، راه كيجي بنادم ما تيخويش في البركازة ديريكت، راه كيجي كيخوي في الأرض، ما كاينش اللي يعاونو، هادي تيلقاها ساهلة تيخرج. السودان ضري الوليدات ديالهم هنا، راه العينين كلشي كلشي مريض. كلشي مريض، يعني راه هاد الناس هادو راه ما تتحط هادي، راه خص يكون واحد معاها مقابلها باش يعاون اللي غادي يجي له حد فيها تيهز معاها. دابا السوق دابا ملي كيجي هنايا تيتخوى في الارض، كيبقى واحد يومين ولا ثلاث ايام راه كتولي واحد الريحه ديالو راه تضرب، راه الله يحسن العون المساكين. والناس هنايا راه متضرين بزاف. دابا كاين نورس بزاف على الريحه، وهاد مرض العينين، مرض كلشي، الناس مكرفسه بزاف. وهاد البركاسه انت كتشوف، وهاد الناس شي رحلوش شي ما رحلوش، وهذا يعني مسائل ديال السلطات اللي كاينه هنا بصراحه. يعني ناس كتجي اوراق، هادو بصراحه اوراق انتخابات، فهمتي، اوراق انتخابات. وهاد الناس اللي تعاقبوا على هاد المجالس البلديه هنا ديال تماره خصهم يتحاسبوا على هادشي. يعني كيجيبوا عباد الله كل واحد منين جا، شي جاي من الشرق شي جاي من الغرب شي كذا، وجمعهم هنا، هما الاهداف ديالهم الانتخابات. حتى شي حاجه ما كاينه، السوق ما منظمش. وجا واحد في الانتخابات السابقه، جا واحد السيد ترشح هنا وقال لهم بان هنا السوق غادي ندير لكم سوق غادي كذا، هادي هو استغل غير ديك الظرفيه باش يصوتوا عليه، وصوتوا عليه ونجح وما دار حتى شي حاجه. وهذا الشيء ديال المجالس البلديه اللي تصدق تحاسب على هادشي اللي تعاقبات هنا في انت كتشوف فيه راه مطرح. وهادشي خصهم المسؤوليه خصها تبع المحاسبه كما تيقولوا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.